السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد كباكو من على الأرض، نايمين على الأرض في المكتب بتاع خالي. ليه نايمين على الأرض في المكتب بتاع خالي؟ علشان ما عندناش تكييف في شقتنا اللي في آخر دور، وهنا في تكييف، في تكييف. قاعدين على التكييف، قاعدين على البلاط يابا. بص كله قاعد، اقعد يابا، بص قاعد الكرسي عشان لما اجي اصور كأنه بايه صوت دماغ كده. بص كده كده، انت بقى بيتهيألك ان انا مناش بس عايز اظبط شويه ان انا مش نايم على الارض كده، بيتهيألك ان انا قاعد جنب الكرسي، صح ولا انا غلطان ولا ايه؟ المهم، درجه الحراره الان بنت مره شرموطه، للناس اللي بتسال على درجه الحراره، بنت وسخه، الجو حر ابن مره، مش عايز اسيب الدين يعني. احنا النهارده الجمعه، وناموا على البلاط، رش شويه ميه على البلاط زي ما كنت بعمل فوق في الشقه، ومفيش بلاط ومفيش حته زي ما شفته كده. اي حد عنده اي تكييف غفله، خد لك حته سفنجه بتاعت الكنبه ونام وريح بس كده. اما بقى الناس اللي عندها تكييف في بيتهم فانا بحقد عليكم. الهي تكييف قيوله. يلا يا جدعان، سلام.